مرحبا، اليوم حنعمل سندويشات الفاهيتا بصلصة كتير خطيرة. بنشوح بصلة وحدة بزيت، بنضيف لها تشيلي بيكلز، نضيف تقريبا 4 صدور من الدجاج مقطعين شرائح طويلة، بهارات مشكلة، جزر وفلفل رومي، ذرة، بدنا ذرة مطحونة مع كزبرة وتوم، بنخلط شوي. بنضيف صوص الساوثرن ايلاند ومعلقتين من القشطة، هيك بتكون جاهزة. نحشيها بسمون حمام بسمسم او غير سمسم، وبنرش فوقها موتزاريلا، وبندخلها على الفرن تقريبا 7 دقايق من فوق من تحت على درجة حرارة 180. كتير 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 طيبة. صحة وهنا.